السابعة في القاهرة، موجز الأخبار، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين المؤشرات الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار النقدي. وفي اجتماعه مع محافظ البنك المركزي شدد الرئيس على الاستمرار في توفير الأموال اللازمة لتعزيز الشبكات الحماية الاجتماعية. وخلال استقباله وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي، أكد الرئيس السيسي على توفر إرادة حقيقية للتوصل إلى نتائج نهائية في تحقيقات قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، حيث أشار إلى أهمية التوافق في الرؤى فيما بين البلدين تجاه مسارات حل الأزمة الليبية. عقد القائم بأعمال رئيس الوزراء وزير الإسكان مصطفى مدبول اجتماعا بحضور وزراء التجارة والتنمية المحلية والتخطيط لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية الخدمية الجارية تنفيذها في محافظات الصعيد. وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال من حيث المبدأ على مشروع قانون التأمين الصحي الشامل. بحث الرئيس الروسي مع نظيره الامريكي دونالد ترامب هاتفيا تفاصيل احباط عمليه ارهابيه في مدينه سان بطرسبرغ. اكد بيان صدر عن الكرملين ان الرئيس الروسي شكر نظيره الامريكي ومدير السي اي اي على تقديم معلومات الى موسكو ادت الى احباط الهجوم الارهابي على مدينه سان بطرسبرغ الروسيه. قال القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر في كلمة له إن الشعب الليبي أسقط كل القوى السياسية التي انبثقت عن اتفاق السخيرات لانتهاء صلاحيتها. أكد أن الشعب لم يلمس أي تقدم يجانب البلاد صراع على السلطة. بعد قليل تأتيكم أمن الخياط في بين السطور. شكرا لكم وإلى اللقاء.